جديده من برنامج سعادتك معانا. النهارده حلقتنا هتبقى متميزه هتدخل لكل بيت مصري وتنشر السعاده بين اي زوجين وبين كل خطيبين وبين في العلاقات في البيوت عموما. اهلا بك يا استاذه منى. اهلا بك. احب ارحب بزميلتي العزيزه استاذه ايناس محمد. اهلا بك يا ميرا. اهلا بك يا منى. عرفنا بنفسك بقى لو سمحتي. نعرف. انا منى سليم. بنت واخت وماما زي كل الناس في كل البيوت. كنت طبعا في كل الادوار وعايشه الحياه. البنت الصغيره لسه في الاول والاخت وبعد كده كبرت وبقيت في الجامعه كزوجه وكده. وبعدين الحياه خدتني في دوامتها على طول وفجاه الولاد كبروا وبعدين ببص على نفسي كده انا عملت ايه غير ده. انا كنت عايشه الادوار بتاعتي لكن فين منى بقى الحقيقيه؟ فين منى الشخصيه؟ فين منى الانسان؟ ابتديت ادور بقى على الانسان اللي جوايا لغايه بقى ما وصلت دلوقتي لان انا لايف كوتش سعاده وعلاقات زوجيه ومدربه وبعمل جلسات وكورسات وبحاول ان انا الحاجات اللي كنت مفتقداها اساعد الناس توصل لها. انت درستي لايف كوتشنج؟ درست لايف كوتشنج. تعرفيني بقى يعني ايه لايف كوتشنج؟ لايف كوتش ده بيبقى عمليه الكوتشنج بتبقى عباره عن كوتش ومستفيد. الكوتش ده اللي هو الدارس كوتشنج. وطبعا هي كلمه كوتشنج يعني تدريب زي مدرب او زي قائد او زي حد بيساعدك انك توصلي لحاجه. انت اكتشفتي ان احنا محتاجين لايف كوتش في حياتنا؟ احنا محتاجين لايف كوتش في حياتنا لان احنا في حاجات كتير قوي واحنا صغيرين ما تعلمناهاش. ما تعلمناش نتواصل مع نفسنا، نكتشف قدراتنا، نعرف ايه الحلو اللي جوانا. دايما كانوا بيشاوروا علينا، ينتقدونا وبتعمليش كذا واعملي كذا وليه ما نعرف كذا. ليه وكمان بيشاوروا على الحاجه الوحشه وتعيشي تفتكري ان انت الحاجه الوحشه دي ومن منظورهم كمان من منظورهم هم ده يعني ده رايهم اللي يخصهم اصلا. تمام. لكن احنا جوانا حاجات زي كنز كده، جواهر احنا ما عرفناش نطلعه وما عرفناش نكتشفه عشان احنا ما تشاورناش عليه وعشان احنا ما دورناش. طبعا هي دراسه علم النفس والناس اللي درسوا في مئات السنين علم النفس طلعوا الحاجات دي وانت درستيها. درست علم نفس معالج نفسي كمان فاكتشفت بقى ان يعني الروح الطاقه الانسانيه دي حاجه مختلفه خالص عن اللي احنا عارفينها. البني ادم بيعيش ويموت وهو ما عرفش نفسه اصلا وما تواصلش مع امكانياته الداخليه وما تواصلش مع عظمه خلق ربنا فينا فعلا. جلسه الكوتشنج معناها ان انا بجيلك بديكي معطيات بتديني حل؟ لا طبعا، احنا بنتكلم سوا مع بعض في نقطه تكون انت محتاجه تتكلمي فيها او عندك احتياج ان انت تتكلمي في الموضوع ده. عارفه حتى لو احنا بس هندردش ونسمع وانا اسمعك لان احنا طب الحل عندي وانا عارفاه. الحل عندك وانت عارفاه، انا بس بعمل زي ايه بالظبط كده زي ما يكون انا داخله معاكي في اوضه ضلمه انت بتضيع منك حاجه جوه بتدوري عليها وانا التورش بقى اللي هو اللمبه اللي بتنور لك في الحتت اللي مش باينه وانت اللي بتستخرجي الحاجه اللي جواكي او انت اللي بتستخرجي الحل من جواكي. لان طبعا الحلول بتاعتي انا ما تناسبش حياتك وما تناسبكيش، فكل حاجه جواكي انت بس انت محتاجه حد ياخد بايدك ويمشي كده كجايد يوريكي ويقول لك يشاور لك من بعيد. لكن انا ما بقولكيش حلول وما بديكيش اي مساحه من عندي، انا بس بسمعك ومن صيغه الاسئله بقى والكلام وكده انت نفسك الحاجه بتحسي ان في جانب وعي في لمبات بتطلع حل جميل جدا. طب ليه الحياه الزوجيه بتكملش بتبقاش حلوه زي البدايات؟ ليه دايما كده؟ هندخل بقى في حته العلاقات الزوجيه. طبعا الكوتشنج ليه كذا حاجه، في كوتشنج تطوير ذات، في كوتشنج الشغل، في كوتشنج علاقات، في كوتشنج علاقات زوجيه متفرع في حاجات كتير ممكن الكوتش يمشي فيها. يعني انا دلوقتي لو عندي مشكله في شغلي الكوتشنج ممكن يحلها لي، اساعدك انك تعرفي المشكله فين وايه الحلول اللي عندك اللي ممكن تحلي بيها المشكله دي. لكن انا طبعا ما بحللكيش حاجه زي ما احنا قلنا. هايل، انا عايزه اركز على دي. لا انا ما بحللكيش حاجه، انا بس بمشي معاكي فانت بينور عندك الخلل فين وايه اللي انت محتاجاه وايه اللي انت عايزه تشتغلي عليه وتعمليه ازاي. هو ده بس الكوتش بيعمل كده. اوكي، احنا قطعناكي في سؤال ايناس، اتفضلي. كنت تسأليني يعني على ليه دايما الحياه الزوجيه بتكملش بتبقاش حلوه زي البدايات ليه؟ بصي، احنا في البدايات دايما احنا كل فينا الزوج والزوجه او العريس والعروسه لما بيجوا يتجوزوا بيختاروا بعض بقلبهم اكتر.
بمشاعرهم كل واحد أكثر. بيحب يظهر ايه لا لسه في الاول احنا لسه بنختار فانا حسيت بحاجه ناحيته فحامل له فهبقى معجبه لكن ما بشغلش عقلي كتير دي نقطه النقطه الثانيه ان انا ما بدورش على احتياجاتي هل هي موجوده في الشخص ده ولا لا فانا ببقى داخله ببين احلى حاجه عندي علشان اكسبه وعلشان ادخل في العلاقه بحيث مع ان انا المفروض ان انا الاول افكر هل الشخص ده مناسب بالنسبه لي ولا لا دي اول نقطه طيب هو مناسب بالنسبه اللي هو بينه ما هو لا ما هو مع التصرفات ومع المواقف في حاجات بتبان واحنا بقى مرايه الحب عاميه زي ما بيقولوا وبنتغاضى وبنقول هغيره بعد الجواز بتفكر بمشاعرها ما هي ماشيه بمشاعرها هقول لك ليه لان لو بالعقل لا هي ما مشتش العقل من الاول أيوة هي ماشيه بالمشاعر لا بالعقل تمام فهي عماله تتغاضى وتقول لك هغيره لا أيوة. هيتغير لا هيتفق ده هو اللي بيغيرها ما حدش بيغير حد عشان أوكي. نبقى عارفين يعني حدش بيغير حد اللي بيتغير اللي عايز يتغير بشوف بتيجي مع رجاله مش عارفه ليه لا انا مع رجاله ومع ستات دي الحلقه اتناقشت معاك دايما بتيجي مع رجاله اكتر من ستات والله الاثنين مظلومين والاثنين ظالمين بعض بصراحه الراجل ظالم الست لانه مش عارف يفهمها وهي ظلماه في ان هي مش عارفه تفهمه نفسها وهما الاثنين احنا الحياه دي زوج وزوجه حواء وادم ربنا خلقهم للسكن والموده عشان يريحوا بس ست ظلمه جوزها ليه؟ ما انا هكملك ليه؟ لا مش هسيب سؤال اللي بقول لك عليه هما ظالمين بعض لان هما احنا اتعودنا واحنا صغيرين عشان احنا نتشاور على غلطاتنا وعلى النقد اللي جوانا فبقينا على طول في موقف المدافع انا بدافع انا ما بطلعش الحلو اللي عندي انا بطلع الاسلحه بتعامل بمنطق الاسلحه فكل ما هتيجي تقول لي انت في كذا فانا هدافع هقول لها انت فيكي كذا فدي قصاد بالظبط فاحنا مرايه لبعض على فكره الراجل والست مرايه لبعض هما الاثنين طب هي دي اصلا المين بوينت اللي دايما بتتكرر عندك ان كل الناس بتدافع لكن مش بتدور لحل على الحل قليل قوي اللي بيدور على الحل واحنا بالنسبه لما حد بيجي لنا في الجلسات بنحس ان هو بني ادم احنا يعني انا مثلا عشان اوصل للمرحله اللي انا فيها دلوقتي فانا عملت ايه انا ابتديت اخد بالي ان في حاجات بتعباني في حياتي وانا عايزه اعيش احلى من كده فسعيت اني اعرف اكتر وسعيت ان انا اغير فلما بتسعي انك تغيري وتعرفي اكتر ربنا بيفتح عليكي وبيرزقك في ناس كتير قوي وقفت في طريقي في حياتي ساعدتني ووصلتني لحتت انا ما كنتش عارفه ان انا هوصل لها في الاخر علشان عملت ايه عشان سعيت عشان انتبهت لان انا محتاجه اطور نفسي انتبهت لان انا محتاجه اعرف نفسي اكتر هايل هو هنا بس احنا دايما معروف عننا ان احنا بنجري دكتور الامراض العضويه بيقول لك ما تاخدش مضاد حيوي اما بقى احنا بنتعامل مع نفسنا على اننا بناخد مسكن وبنخفض الحراره لكن مش بندور على العرض نفسه علشان ناخد مضاد حيوي ونقضي بالظبط يعني انا لما اجي لك واحكي لك انت هتقدري تنوري لي المشكله فين انت هتكتشفي بنفسك لما بتحكي اللي انا على طول دايما باخد لها خافض حراره انت بتاخدي مسكن وعندك صداع على طول طب أيوه. الصداع ده سببه ايه بالزبط. الناس كلها عايشه كده بقى هايز. ليه بقى احنا عمالين ناخد مسكن وما بنبصش فيه ايه المشكله والمشكله كمان ان احنا طول ما احنا بناخد مسكن ومع الوقت الحته اللي كانت فيها مشكله قد كده بتوسع وممكن تكون المشكله عندي او عند الطرف الثاني او في طريقه تعاملنا مع بعض ممكن احنا يعني انا ممكن اكون بقى بدي رسائل اللي قدامي ضايقني عصبني انا الحته دي ضعيفه فيها فانت اتكى عليها على فكره اي حاجه بتجي لك عشان تضايقك اي حاجه بتضايقك أيوه. يبقى بتشاور لك ان في حاجه جوه محتاجه تتظبط عندك انت في الاصل هي. يعني مش دايما احنا بنظلم الناس اللي قدامنا ونقول هم بيضايقونا وبيعصبونا وبيعملوا فينا ليه هو انا المفروض اتحكم في نفسي وانا بتعامل مع الناس اكيد. طبعا انت المفروض الاول انت اي حاجه توتر فيك انت ما تطلعهاش على الناس لازم تستحمليها وهي تستحملك بس كل واحد عنده ضغط حياه افهم نفسي لا لو واحد عنده ضغط حياه افهم انا ليه اتضايقت ما تطلعش بقى على اللي قدامي انا ده حاجه عندي انا استحملها ما تطلعش بقى على اللي قدامي طيب هي بدايه العلاقات زي ما قلنا بتبقى حلوه لان احنا بنمثل طب خلاص عدينا مرحله التمثيل يا منى انا دلوقتي عديت مرحله التمثيل وواو عجبنا ببعض تمام بيفضلوا يمثلوا لغايه ما يتقفل عليهم الباب لا خليه يعجب بيا وبعدين اقول له بقى انا عيوبي اني بطيئه كسوله لا ما بتقولش كده لا محدش بيقول كده تحت امرك لا لو في حد قال كمان لا لو في حد قال كمان بيبقى متقبل جدا لكن بعد كده كل ما اقول له حاجه تقول له عيوني
حاضر ما هتعمل ايه؟ وهعمل اللي انت عايزه وبتاع. كلام ليه بقى؟ احنا لما بندخل بقى بنبقى خلاص احنا مفيش حاجه متغطيه يعني. صح. تمام انا بطبيعتي مهما حاولنا نمثل اكيد هنرجع تاني مش هنمثل طول العمر. صح. وبعدين بيحصل مواقف بقى بتنكش وتطلع الحاجات اللي جوه. هايل. وهو يستفزك وانت تستفزيه، فانت تطلعي مدافع بتاعتك والاسلحه وهو يطلع المدافع والاسلحه وتبقى صراع. طب يلا حل لنا بقى المعضله الفظيعه دي. المعضله الفظيعه دي محتاجه الاول ان انا اشتغل على نفسي الاول. الزوجة تشتغل على نفسها. يعني ايه تشتغل على نفسها؟ يعني انا جوايا ايه لما بيحصل الموقف ده بتضايق ليه؟ طب انا ايه اللي بيضايقني؟ احنا اصلا ما اتعلمناش نعرف مشاعرنا يعني ايه. انت تعرفي لما واحدة تيجي تحكي لي انا حصل لي كذا كذا وجوزي قال لي كذا وحسيت ان انا مخنوقة ومتضايقة، طب ايه الشعور يا حبيبتي اللي انت حسيتي بيه؟ التجاهل. يعني إيه تجاهل تجاهل. لا حزن غضب. اه هي انهي واحد فيهم؟ هديكي مثالين دول بس. حزن او غضب. طب انت في فرق طبعا كتير. طبعا هي مش عارفه تسمي الشعور. هايل. فمش عارفه هي مش عارفه تسمي الشعور، هتوصل ازاي ايه السبب اللي عمله؟ اكيد لا. هايل. فاحنا محتاجين يعني نحفر جوانا احنا بقى قبل ما نشاور على الناس، نشوف نفسنا، نشاور على نفسنا. احنا دلوقتي في جلسه كوتشنج انا مستمتعه جدا. لا انا لو حسيت مش هتبقى كده لاني مش هديكي معلومات. انا لو حسيت اني حزينه غير وانا غضبانه اكيد. طيب ولو حسيت بقله تقدير ده موضوع تاني خالص. دي مشكله جوايا اللي قدامي ملوش دعوه. ملوش دعوه بيه. انا هو مرايه. هايل. تصرفه وراني العيب اللي انا عايزه اشتغل عليه جوه. جميل. حسيت انه ما بيحترمنيش، هو مش قاصد يوصل لي الرساله دي، انا ليه وصلت لي انه ما بيحترمنيش؟ انت عامله؟ فهو ده اللي انا بقول لك عليه، ان تصرفات الناس بتشاور لك على اللي عندك جوه محتاج تشتغلي عليه. يعني تصرفاتي هي اللي بيترتب عليها انا عملت انت عملتي ايه علشان كده اللي قدامك وصل. طب انا عملت بقى وخلاص وكل الدنيا باظت. حلو. انا وعايزه في العلاقه الزوجيه. خلينا عشان احنا بنتكلم على العلاقه الزوجيه. ايوه صلح يا بقى. في نقطه معينه موجوده ما بين اي زوجين نقدر نبني عليها ونرجع تاني نبتدي من الاول. زي ايه؟ القبول. طول ما في قبول ما بين الزوج والزوجه نقدر نشتغل تاني من الاول ونبني عليه واحده واحده، لان اصلا العلاقه بتبتدي بمراحل كتير. القبول ده يمكن تالت او رابع حاجه فيها، وبعد كده في مراحل تانيه كتيره قوي عشان نوصل للسعاده الزوجيه. انت تقصدي ان انا خلاص يعني عايشه بقالي 20 سنه اوريدي، فخلاص انا هتقبل اللي انا فيه. لا انت متقبله كشخص كانسان قادره تحبيه وتكملي. لا سيبك، ما احنا هنتكلم على العيوب والمميزات دي. أيوه. بس هو كبني ادم زي ما بيجوا يتجوزوا كده في قبول من ناحيته، ولا اصل في زوجات بتنفر خلاص ما بيبقاش. لا نفرت من ناحيته مش قادره اتعامل معاه كزوج، فده ده اللي ما ينفعش اقول لها كملي او اشتغلي تاني من الاول. ازاي وهي معاها اولاد؟ ما هي دي قصه تانية. انا بتكلم في ايه امتى نقدر نرجع الحياه تاني. دايما الزوج ما بيحس ان مراته خلاص جابت اولاد وبيت وبيتها وجوزها وبتعمل اللي هو عايزه وطلباته وحاضر السيد بيحب يفرع عن نفسه عليها. طبعا موضوع السيد ده لا هو ده فاهم ده بيحصل دي الحقيقه. هو ليه دي الحقيقه السيد ده دام هو لو كان كويس وقال اللي عليه فيقول لك هتروح فين هتزعل شويه هترجع تاني. السيد عندها ما كانتش قصدها اللي انت تقصديها. لا يعني انا ما دام هو حد كويس وبيعمل اللي عليه وعارف. بصي هقول لك على حاجه، احنا لازم نكون معترفين ان الاثنين ما بيعملوش اللي عليهم. هايل. والاثنين حقوقهم وواجباتهم اتلخبطت في بعض، ما بقاش فيه التوازن اللي ربنا خلقنا عليه. الانثى ليها حاجات احتياجات وليها واجبات المفروض تعملها، والرجل ليه يعني ليه واجبات وليه حقوق المفروض ياخدها. طب هو احكي لي حاله فعلا انت اكتشفتي ان الست فعلا مش عارفه كان عليها ايه وما عملتوش. هقول لك، الست اللي هي زوج بيتخلى فيها عن واجباته اللي هي في المسؤوليه وفي الصرف على الولاد مثلا وفي الكفاله بتاعه الاسره. الست بتنزل تشتغل وبتدور على شغل، وفي ستات كتير يعني في المجتمع بتاعنا بتخش في حتت ان هي بتشتغل بقى شغلانات مجهده. انا بعرف اعمل كل حاجه مهلك. بتشيل كل حاجه. فاحنا دلوقتي في خلل، مفيش توازن في الطاقه بتاعتهم هما الاثنين، ان هي بقت بتعمل مسؤوليات المسؤوليه دي من الطاقه الذكوريه. طب ما دي المسج المجتمع اليومين دول بيوصلها سترونج والاندبندنت. لا سيبك من المجتمع، لان المجتمع مبوظ الدنيا خالص في حتت كتيره، والاعلام مبوظ الدنيا خالص في حتت كتيره، ودي حاجه من الحاجات اللي بتسمم الافكار بالنسبه للزوجه والزوج وبتخليهم برمجه خارجيه يتصرفوا مع بعض هما الاثنين بعداوه. يعني هو الراجل ابتدى ينسحب من الرسائل اللي احنا اصلا وصلناها له. والله احنا هو في رجاله كتير مشي. في رجاله كتير اتاذت بسبب الرسائل دي. يعني انا مش هقول لك ان كل الرجاله حصل معاها كده ولا كل الست حصل معاها كده، التعميم ده ما ينفعش. التعميم ما ينفعش فعلا. لكن في ستات شالت حاجات مش بتاعتها نتيجه ظروف ان جوزها قصر، وفي ستات بتناطح الرجاله وهم مش مقصرين. يعني رجاله بتقوم بدورها وهي مش عايزه تعيش في نفس المستوى اللي هو يقدر عليه، فعايزه تحسن فبتناطح، فبنروح في حته ثانيه.
يعني الامثله كتير علشان نحسسهم بالتقصير دايما. مش عشان نحسسهم بالتقصير، عشان انا متطلعه. ما هو في 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 انواع كتير وفي نماذج كتير، بس احنا بنتكلم في اختلال الموازين ما بين الاثنين والطاقه بتاعتهم، لان في حاجه اسمها طاقه، طاقه الانثى وطاقه الرجل. لما بتختل في البيت ما بيحصلش التوازن ما بينهم وما بيحصلش الانسجام. احنا عايزين انسجام وعايزين تناغم وعايزين رحمه وعايزين حب، اللي احنا بنقول عليه الحب. ما دام الناس بتدور على الحب ومش لاقياه، بتدور عليه ومش لاقياه. اولا لان هي مش عارفه تحب نفسها اصلا. ما انا بقول لك، هي لما هتحب نفسها بعيوبها قبل مميزاتها وتتصالح مع العيوب دي وتحاول تشتغل على انها تطور من نفسها وتبقى احسن. يعني لو انا مثلا واحده بتتجوز علشان حاسه بالحرمان من الاحترام مثلا، عندها محتاجه حد يحترمها، محتاجه حد يقدرها، محتاجه حد يقول لها انا بحبك. طب هل انت بتحبي نفسك اصلا؟ انا لازم اي واحده مقبله على الزواج او متجوزه وعايشه تبقى عارفه ان هي بتحب تحب نفسها. ازاي تقبل بقى الاول؟ اقبل نفسي، محتاجين نحب نفسنا واقبل نفسي بكل اللي فيها، فيها عيوبها اشتغل عليها. تمام. انا الاول احب نفسي ليه؟ لان انا نفخه من روح ربنا، فما فيش اقدس من كده. انا الانسان ده وخلقه وعظمته يعني ليه قدسيه رهيبه. يعني سبحان الله، ربنا كرمنا تكريم كبير جدا واحنا اللي عمالين نخسف بنفسنا. بوصل رساله للي قدامي ان انا بحب نفسي فهو هيحبني. لكن انا كل ما طاقتي كانت طاقه نقصان، وان انا حاسه ان انا ناقصه وان انا مش قد كده، هتوصل للي قدامي هيعاملني على قدها وهتفضل تزيد جوايا، وبالتالي هخسر. وبالتالي هخسر، وبالتالي مفيش علاقه هتبقى فيها توازن. وبعدين هصحى من النوم اخد كورس افتكر واو هما بيعاملوني كده ليه، ده انا طلعت. لا، هو مش حكايه اصحى من النوم. بصي هقول لك، هو حته ان انا احنا مش متعودين نعمل حاجه او نصرف على حاجه الا الاكل والشرب، احنا اتبرمجنا برضو على كده. طبعًا. لكن انا اصرف على حاجه هتنفعني او اتعلم حاجه هتنفعني، خلاص احنا دخلنا الجامعه وخلصنا وخدنا الشهاده ركناها، بس ما اتعلمناش عن نفسنا، ما عرفناش ازاي نتعامل معاها ونتعامل مع الاخر، ما عرفناش ازاي نعيش الحياه ونتبسط بيها. دايما بنعيش في دوامه الالم والوجع، وده قال لي وده عمل لي واكتئب وعيط. احنا عايشين زي ما وجدنا عليه ابائنا، عايشين تحت الارض. احنا زي ما وجدنا عليه ابائنا، زي ما كانوا هم بيقولوا. ابائنا ما كانش عندهم الامكانيه ان هم يعرفوا الحاجه دي، فهم عملوا على قد ما عرفوا، حتى لو اخطاوا في حقنا. يعني حتى لو حد انتقدني، حد قلل مني، ما ادانيش الثقه في النفس، ما خلانيش احسن، ما عرفنيش على نفسي، لان هو ده اللي هو وصل له وده اللي قدر يديه لي. انا ما بلومش عليهم، بس احنا عندنا وعي وعندنا تكنولوجيا وعندنا في علم نفس وفي دكاتره. احنا دلوقتي المجالات موجوده، كله موجود ومتاح، والفيسبوك والانستجرام والتلفزيون. احنا خدنا من الفيسبوك اعتزل ما يؤذيك. ايوه البوستات دي بقى، ما انا لسه هقول لك، بوستات اعتزل ما يؤذيك، الراجل ما اعرفش ماله والست مالها، احنا شعب كوميدي وبنحب سترونج اندبندنت وومن، سترونج وومن وانا كذا وانا مش محتاجاك على فكره، وحب ايه اللي انتوا بتقولوا عليه، وكل الناس انا اكتبها على الصفحه عندي عن الحب، الاقي حب ايه اللي جايه تتكلمي فيه دلوقتي. طب احنا عشان محتاجينه ومش لاقيينه فبنهاجمه. احنا كل حاجه خدناها بالعكس، احنا قلبنا الدنيا. ليه دايما بتحسي ان الراجل بيدور الحب بره؟ عايز الصفحه بتاعت حلو. خلاص حلو السؤال ده. ليه الراجل بيدور على الحب بره؟ ليه؟ طب ما عنده بيت وعنده، عشان هي ما بتقولش، هي ما بتقدروش، تمام، ما نرفزهاش وطلع عيني. اقول لك رمانة الميزان في الموضوع ايه؟ ان احنا نتكلم سوا، ان احنا نسمع بعض، ان احنا نعرف نتفهم ونتناغم. ده اللي انا بقوله دكتوره، رغم ان هو ليه برده جواز، هي لو رجعت طلبات عنده حبيبتي، ما احنا نسمع بعض ماشي. ونتكلم. طب هو بيسمعها التعبير، في ساعات ناس يطنشوا ونفضوا وما يسمعش. ما هو ده ليه اسلوب. ازاي ده ليه اسلوب؟ في ناس بتحاول، ما فيش، لا انا اعرف ناس اول ما يحاولوا وما يبقاش فيه ان شاء الله يجوا الدكتوره منى سليم، نجي هنا اي حد عايز يعرف اي حاجه طبعا هتيجي. وفعلا لازم نلجا لحد ونيجي نتكلم. قولي لي، انا ممكن اعمل كوتشنج بالتليفون؟ بالاونلاين، تليفون، بزوم، بماسنجر فيديو، بالتليفون عادي جدا. كل موجود. ممكن من ساعتها اعرف انور نفسي واعرف انا عايزه ايه. اي حد يتصل بحضرتك برضك، اي حد. وبعدين الكوتشنج للطفل وللشاب وللراجل وللست وللي عايز يشوف حاجه، مشكله في شغله. عامله 4 جلسات كوتشنج فري لاي حد هيتصل من البرنامج. من البرنامج. ميرسي قوي يا منى، والحلقه جميله جدا وانبسطت قوي ان انا معاكم النهارده. ميرسي يا دي شغل، دي شغل حلقه. لا لا وعد، انا موجوده معاكم تحت امركم في اي وقت. ميرسي قوي يا منى، انبسطت معاكي جدا. وانا كمان. ميرسي قوي يا اسماء. شكرا يا اميره.